لانه انا بحبك يا اخوي. اليوم جبت لك فيديو خطير، لازم تشوفوا هذا الفيديو للاخير لانه فيه معلومات انت مفكرها صح بس هي غلط للاسف، لانه يا اخوي صراحه الاهل والمجتمع اعطونا اياها ونحن اخذناها من دون ما نفكر. ليك يا اخوي بهذا الفيديو بدي اخلي الوعي تبعك يا اخوي يكبر. هلا خلينا نبلش بالفيديو. ليتس جو. معتقد رقم واحد واللي هو انه انت بتعتمد على حدا تاني. ما بعرف من وين اجى هذا المعتقد وما بعرف مين خلاك انت تفكر بهي الطريقه انه تعتمد تخلي شخص تاني يسوي لك شغلك. اكبر غلط. خليني احكي لكم قصه سريعه. وقت كنت بالنرويج يا ابطال صراحه بالنسبه لي انا كنت ما اعرف احكي كثير نرويجي اول ما دخلت على النرويج، لهيك كل شيء بوست كل شيء شغله بتجي لعندي على الجيميل او على اي شيء باللغه النرويجيه ما كنت اعذب حالي واروح على الجوجل واشوف انا، لا كنت ابعث هاي الرساله لرفيقي لحتى رفيقي يترجم لي اياها. وحتى وقت اللي انا كنت بالحياه الاجتماعيه وقت بدي مثلا اشتري شغله او كذا وقت كنت ما اعرف احكي لغه كنت اخلي العالم يساعدوني بهذا الموضوع. صراحه انا وعيت على حالي بعد 3 شهور. بعد 3 شهور انا قلت يو ستوب وقف هون، وانت لازم ما تعتمد على حدا ابدا. وهون بلشت يا اخوي اعتمد على حالي بقصة اللغة. بس انا بكل شيء عملته بحياتي ما بعتمد ولا على اي حدا. لازم تعرف اذا انت بتعتمد على حدا معناته انت ما عم بتحرك عقلك، ما عم بتحرك جسمك، وانت بتكون زلمه كثير تنبل. فلا تعتمد على حدا واعتمد على حالك انت يا اخوي، لانه انت يلي بدك تفيد حالك مو رفقاتك اللي بده يفيدوك. لانه اذا انت حكيت مع هذا الشخص وخليته يساعدك طول الوقت، هذاك الوقت لو هو بحبك كثير بده يوقف حكي معك، لانه انت عم بتخليه يساعدك بكثير شغلات وهو ماله ابوك هو ماله امك. عم تفهم علي اخوي انت؟ اثنين، بتأمن انه في شيء مختصر، وهذا اكبر غلط. لانه يا اخوي لازم تعرف ما في ولا اي شيء فيك تختصره. اضرب لكم مثال، قبل ما انشهر وقبل ما افكر انشهر كنت بدي اطالع الانستغرام تبعي يطلع اعداد كبيره. ايش سويت؟ رحت نزلت تطبيق، ضليت من الصبح مثلا اعمل معه في لايكات 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 مشان ايش؟ مشان اجمع نقط، وبس اجمع نقط بصيروا فولورز. الفولورز هدول بنبعتوا للانستغرام تبعي وكلياتهم كانوا فيك. بعد ما وصلت لل 25,000 مع انه عم بسوي او الانستغرام حس علي وقلعني. تخيل معي على الوقت يلي انا حطيته وانا عم بكبس على الفاضي. بدي اسالك سؤال، لو انا كنت مبلش من هداك الوقت الانستغرام انا هلا كنت مشهور اكثر بكثير من هلا. ليش؟ لانه انا بلشت من قبل. شورت كات ابدا ما بتفكر فيها. شوف، بدل ما تفكر تدور على الشورت كات او على الطريق المختصر، حاول تشتغل، حاول تحط جهد اكثر. ليك يا اخوي اي شيء انت بتتعلمه، اي شيء انت بدك تسويه بحياتك، اي شيء انت بدك تبلش فيه، لازم يكون انت عندك القواعد الاساسيه يلي انت بدك تسويه لحتى توصل لهذا الشيء يلي انت بدك اياه. ليك نحن سوينا كورس من الصفر لل100 ب 99 دولار بالشهر كلياته. ارخص من هيك مستحيل تلاقي، ولا اي كورس بكل العالم مستحيل تلاقي ارخص من هيك كورس بيساعدك شلون انت تطلع مصاري عن طريق الانترنت بهذا السعر. هذا هو اساسا. نحن عم نساعدك بطريقه كثير قويه للمايند سيت لحتى انت تغير طريقه تفكيرك، وهي صراحه كورس لحاله. انا حكيت قبل اذا انت مالك جدي لا تروح تسجل بالكورس، اذا انت بدك مثلا نتائج بيوم وليله لا تروح تسجل بالكورس، لانه هذا الكورس ما راح يخليك تروح تعمل بام تلاقي مصاري، ما راح يخليك تعمل بام تروح تطالع 500,000 دولار بالشهر. كل شيء بده وقت، كل شيء بده صبر. لهيك نحن عملناه سنه كامله، سنه كامله مع بعض انا وياك واديب عم نشتغل على هذا الموضوع لحتى انت توصل للشيء اللي انت بدك اياه. عم نحط جهد مو طبيعي ابدا ابدا. اذا انت عم تشوفني مثلا على اليوتيوب ما عم بنزل كثير فيديوهات احيانا وكذا، فانا جهدي كلياته 100% من وقتي رايح على الكورس، عم نساعد العالم لحتى يطلعوا نتائج باسرع وقت ممكن. 100% بدك تبلش بزنس خاص فيك عن طريق الانترنت 100%، لانه بدك تدور 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 تدور. اذا ما بلشت هلا بدك تبلش بعد 5 سنين. واذا بدي احكي لك صراحة شغل الشباب قسما بالله، اذا انت عم تشتغل مثلا خلينا نقول اي شغل انت عم تشتغله، بعد 3 سنين او 4 سنين بدك تشوف العالم يلي حواليك كله صار يشتغل عن طريق الانترنت، وهون انت بكون عندك الفرصة كتير قليلة لانه الكورسات بده يكون اسعارهم بالهبل. فانت لازم تستغل هذا الوقت، مو بس الكورس تبعنا. اوكي، خلينا نقول انه انت حابب تسوي اي شيء عن طريق الانترنت، فانت لازم تاخذ كورس ثاني. اذا ما هو الكورس تبعنا كورس ثاني، اوكي روح خذ كورسات. انا عم بنصحك نصيحة قوية، انا عم بشتغل على الانترنت، يعني انت عم تشوفني هلا انا عم بشتغل على الانترنت، يعني مصاريتي كلها عم تجي من الانترنت. الشيء اللي عم نعلمه بالكورس انا عم بشتغله وعم بطلع منه مصاري. اليوم انا عايش باليونان، بكره بدي اروح على دبي، بعد دبي ما بعرف وين بدي اروح، بس بفتل انا بفتل، انا بحب كثير اسافر. وين ما بدي انا بقدر اروح، وين ما بدي بقدر اسكن. فيك توصل هدول الشغلات اذا انت بتشتغل عن طريق الانترنت. اذا حابب تغير من حياتك روح اشتري الكورس، اذا انت مالك حابب تغير من حياتك وتضلك على الشيء اللي انت عم تساويه وحابه روح ساوي الشيء اللي انت بتحبه. اغراضك نظاف، إيه عم تشرب كاسة القهوة كل يوم جنبك مروق مرتاح، فهمت علي؟ عم تشتغل شوي بتطقطق طقطقة بتجيب مصاري، يعني ليش لا؟ ليش لا؟ ليش العالم يلي عم يشتغلوا على الإنترنت غيرك؟ ليش أنت غير هدول العالم؟ يعني إيش بيختلفوا عنك؟ حتى الشباب يلي عم بينشهروا، حتى الشباب يلي عم يشتغلوا أي شيء،
ايش انهم بيختلفوا عنك ولا اي شيء ولا اي شيء قسما بالله. انا قبل كنت عم بفكر هذا الشخص اللي عم يشتغل على الانترنت، هذا الشخص اللي عم طالع مصاري مثل الكذب عن طريق الانترنت، ايش هو احسن مني بايش؟ طلع هو بس شغل عقله وراح اخذ الكورس او حدا علمه وبلش يشتغل على حاله ولا اي شيء تاني. وانت كمان فيك تساوي نفس هذا الموضوع. وصراحه $99 بالشهر يعني ولا اي شيء، يعني بتروح عند زارا، انا اليوم رحت عند زارا صرفت $900 اليوم. اذا انا ماني متاكد من الشيء اللي انا عم بحكيه، يعني انا اذا بدي انزل مثلا شغلات جديده على القناه، خلينا نقول انه بدي اسوي انا ماركه لبس، اوكي، اذا نزلت هاي ماركه اللبس وانت جربت بالكورس وما حبيته فانت ما رح ترجع لعندي، عم تفهم علي؟ فانا بدي منك تاخذ الثقه يلي انا عم بعطيك اياها، تروح تسجل بالكورس، تشوف اول شهر تشوف الثقه يلي انا بعطيك اياها، اوكي. فبدي منك بس توثق مني، تدخل على الكورس تجرب بس اول شهر، واذا ما كان مثل ما انت بدك انا حرام اكون على اليوتيوب كله. ثلاثه، بتفكر انه المعرفه بتخلص وقت اللي انت بتخلص مدرستك. كثير شباب بيفكروا هذا الموضوع، وصراحه انا مالي معه ابدا، لانه المعرفه هي شغله ما بتنتهي. لا، قبل ما تموت بساعه في اكيد معلومات انت ما شفتها وما بتعرفها، وحتى يلي ماتوا في معلومات ما بيعرفوها وفي كتب لسه ما قروها. فالمعرفه ابدا ما بتخلص وقت اللي انت بتخلص مدرستك، المعرفه بتبتدي وقت انت بتخلص مدرستك. المدرسه ما بتساعدك بكل شيء صراحه، وفي كثير شغلات المدرسه ما بتعلمك اياها، مثل شلون انت تبرمج طريقه التفكير تبعك، شلون انت تصير مليونير، شلون انت تشتغل عن طريق الانترنت. المدرسه هي بتعلمك شغلات اساسيات، اوكي، توقفك على حالك. مو وقت اللي انت تخلص مدرستك توقف المعرفه، اكبر غلط. بتروح وبتشتري كتب، بتصير تتعلم، لازم تتعلم، لازم تكبر المعرفه تبعتك، لازم تتعلم اكثر. كل يوم عم ينزلوا شغلات غريبه عجيبه صراحه، عم تبهر العالم كلياته. صار لي تقريبا شيء 3 سنين عم بكبر عقلي بطريقه مي طبيعيه، وصرت اعرف شغلات غريبه عجيبه. كنت عم بشوف حالي قبل وقت انا ما كان عندي معرفه، صراحه كنت ازعل على حالي لانه انا ما بعرف هدول الشغلات اللي انا بعرفها هلا. لهيك انا من وجهه نظري المعرفه هي مثل السلاح، بتكون انت ماسك سلاح بايدك عم تكسر ام الكواكب، لانه انت عندك شيء ما حدا بيعرفه. كثير قليل العالم يلي بروحوا بيفتحوا كتب وبيقروا، انت لازم تكون واحد من هدول العالم. اربعه، بتصدق مصطلحات الاهل بيحكوها، مثل مد لحافك على قدر رجليك. انا اهلي كانوا يحكوها صراحه، وانا مع احترامي لكل العالم ولكل العالم بيحكوها، بس هدول افشل عالم بالعالم كله، اوكي. حتى انا لو عم بحكي عن اهلي، وقت بقول لك مد لحافك على قد اجريك، هذا الشيء بيعني انه انت لا تطلع لفوق مشان ما تنكسر رقبتك. انت لازم تطلع لفوق، انت لازم تحلم، تحلم بشغلات كثير كبيره، انت لازم تكون عبقري، انت لازم تكون وحش بالحياه. ما تخلي اهلك اذا هن ما عندهم المعرفه الكافيه تقول له مثلا بدي اشتغل عن طريق الانترنت، بقول لك لك ابني مد بساطك على قد رجليك، روح اشتغل، كمل شغلك عند الاتش اند ام او اشتغل عند المكان اللي انت عم تشتغل فيه، ولا تحلم ولا تطمح ولا تساوي. خليك، نحن خلقنا فقيرين، ما عم بتشوف عمك، ما عم بتشوف خالك، هدول العالم كلياته عم بحاولوا وفشلوا، انت شلون رح تنجح؟ انت شلون رح تنجح؟ دير بالك تفكر بهي الطريقه، لانه الاهل بيعطوك الشيء اللي هن بيعرفوه، هن الغلط، لانه هن الشيء اللي هن بيعرفوه عم يحكوا لك اياه، بس الشيء اللي هن عم يحكوا لك اياه ما ضروري انت تدخله على عقلك وتقول لهم اوكي 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 لكل شيء، لا، انت لازم تكون غير كل اولاد خالتك، انت لازم تكون غير كل العالم يلي اهلك بيعرفون، انت لازم تكون غير كل رفقاتك والمجتمع وكل العالم. انت مختلف، انت في عندك شغلات ما حدا عنده اياها، فانت حاول انت تساوي الشيء يلي انت بدك اياه وتبهر هدول العالم. خمسة والاخيرة، الحظ. اكبر غلط تفكر انه في حظ بهذا العالم. اذا انت بتامن انه هذا عنده حظ وهذا ما عنده حظ، انت بتكون فاشل. اعطيك اهم الاخير، انت اخوي وانا بحبك. اذا انت بتشوف شخص معه مصاري، اذا انت من النوع يلي بتقول حظ، بتقول هذا معه مصاري لانه عنده حظ، اكبر غلط. انت رح تكون فاشل طول حياتك، عم بقول لك هو ما عنده حظ، لازم تروح تشوف هو ايش ساوى لحتى طالع هدول المصاري. صراحه يعني ما رح اكذب عليك، ما رح اكذب عليك، ما في حظ ابدا ابدا بهي العالم، بالحياه كلها ما في حظ ابدا. في شغله واحده بس، واللي هي تشتغل بجديه، تشتغل بكل طاقتك، تطالع كل شيء جواتك وتشتغل، حط الوقت كلياته بالشيء اللي انت بدك تساويه، بام تطلع. وقت اللي انت بتطلع هذاك الوقت، العالم الفاشلين بيقولوا انه انت هذا الشيء عملته بالحظ. وانا صراحه في كثير عالم بيحكوا بهي الطريقه، حتى ما بعرف اذا في حدا من عائلتي او حتى من اللي بعرفهم بيقولوا انه هذا نجح بالحظ، بس ما بيعرفوا انه انا اكلت هوا طول الوقت بحياتي، طول الوقت كنت عم باكل هوا، انا كنت عم بندعس. ايه بس انا هلا صرت شخص عن جد ناجح، عن جد انا ناجح. انا ما باخذ هاي الكلمه منك، انا باخذ هاي الكلمه مني، انا بعتبر حالي ناجح 100%. الشيء اللي انا عم بسويه بحياتي او الشيء اللي انا سويته بحياتي ما شفت حدا سواه صراحه. شوف، انت فيك شيء سبيشال انا ما عندي اياه، انا في عندي شيء انت ما عندك اياه، فحاول انت يا اخوي تساوي قصه حياتك. نعم، لازم يكون عندك قصه،
لازم تبهر العالم كلياته، لازم ابدا ما تفكر بهدول الشغلات اللي انا حكيتهم وتطبقهم بحياتك بطريقه غلط، لانه الطريقه الصح انا اعطيتك اياها. والله مثل ما كنتوا شايفين يا ابطال، وصلنا لهذا الفيديو. بتمنى من جوا قلبي انه الفيديوهات عم تساعدك. عم بحط وقت كتير وجهد كتير لانه عم بكتب لكم شغلات، حابب اعطيكم شغلات عن جد قويه. فهلا مثل ما كنتوا شايفين وصلنا لهذا الفيديو. اذا حبيت هذا الفيديو بتمنى منك تحط لايكات مثل الكذب، تفجر البومبوكشن تبعتك، فجر اما هذا الفيديو لايكات، زائد روح على الانستغرام تبعي. شوفوا هاي الانستغرام، روح تابعنا على الانستغرام، لانه على الانستغرام عم بنزل لك فيديوهات صور شيء ابن كلب. والله بنهايه هذا الفيديو بتمنى لكم يوم كثير 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 حلو، ولا تنسى انه انت ارجل شخصيه في الكواكب، وانت سوبر سكسي.